على فلوس، تعلم على درب الفلوس من ربيته. مساء الخير، شلونكم؟ اليوم عندنا واحد مريض ومسوي عملية، فرجنا اخذ ونسى. السلام عليكم، شلونكم؟ يا رب كلكم بخير. اخذ الفلوس، شوفوا طبج طاقة، طلع العشرة وراح. يلا روح جيب لولا، خلي البسك اياها، روح. طبعا بنات هواي سالتوني بالرقم مالتي انه ايش بيها والدتك، شنو صاير، شفتوا الستوري مال اسراء. سوت شو اسمه بوكسي للحج الخطيب. ماكو شيء، بس بس ضربت الحج بوكسيات اثنين. تعال لبسك، تعال حط رجلك. اي بس مساله بوكسيات، كم بوكسي طلت الحجي طبت المستشفى. وهم خطيه اغمى عليه من شده الضربه. تسمعون العافيه، بس لانه عندها شويه الم وخدر، فلازم وصلت مرحله انه لازم هم مسوي عمليه. اي تليف، تكلس الشده كم لاح، تكلسات، تليف صار عندها، لان ماما ما شاء الله ما تخلي زوليه ما تشيلها، قنينه ما ترفعها، ما تبقى كل شيء تشيل وتسوي. فالحمد لله والشكر. اليوم انا شنو قررت اخذها وياي، لان عندي طلعه للسوق، فقلت احسن ما اروح وحدي بعدين اجيب لها شغله ما تعجبها، فشنو خلينا نغير جو. طبعا صار لها 3 ايام هي محبوسه بالبيت ومراقبتها، حبسة الذين امنوا، والله مراقبتها. انا اسمع الصبح الضرب مال الطبر، دا تفلش تكسر لحم بايدها اليمنى، ما اقدر باليمنى، والله ما اعرف، لان ماما شنو يسراويه، فكل شغلها صار باليسرى، والعمليه باليسرى راحت عليك. راحت علي، صار 3 ايام، صار لها 3 ايام محبوسه. المهم فقلت انا اليوم شويه اخذها اطلعها نتونس شويه، واهم اريد اخذ لها فد شغله الها، والرودينه كم قطعه يعني هيك ذهب بسيطه او فضه ما اعرف، نروح بس نشوف شنو نختار. وراها عندي موعد مالت اظافر، بدي اسوي عنايه تكرم من الاقدام واظافر اليد. بس شنو احنا وين حنروح؟ انا ارجع بعلي، معليش مني. لا تجين ويانا نغير لك الجو شويه. سوي نظافه ومنكير وبوتيك. هسه تشوفين اليوم ما افك عنها ابد، اليوم اللي اخذها وين؟ لا هيك بشي بسيط، اقول لهم خطا عندها ايد متضرره، اقول لهم عندها ايد متضرره ومنفوخه، فانتم اشتغلوا لها تكييد واقدام. هسه شنو حنروح؟ هسه خلينا نطلع نروح للسوق، وراح اشارك لكم اليوم الفراره بالسوق ويا ماما. بس ماما اكلها هواي مرقه هنا. والله هاي مو هذا ابنج. علي عندك 10 تودينا تاكسي؟ يلا امشي. الاوتفيت، تعالوا شوف لكم ايش لبست اليوم على السريع. اليوم جينز، حكم سند علي الكاميرا. اليوم لبست جينز، وخليت عليه التوبس الاسود وجنطه اوف وايت، والحذاء لو بنطلون ما اعرف. انطاك الدوس شنو؟ ايش اسوي لك؟ غير خليني اشتغل، لا تخليني اشيل حاجه، غير صرين زينه. ما شمس حمراء صارت. قبل شوي اقول له لابوك حجي ضايجه، قال ايش بيك؟ قلت له ضايجه اريد اشتغل. قال شنو تشتري؟ ضايجه اشتغل ولا ضايجه اطلع؟ ايش تشترين؟ قلت له ما اشتري، اشتغل شيء بالبيت. اول ما نطب السوق علي شو يقول؟ سيارات سيارات، وماما شو تدور؟ لا تقول لك عود هاي مثل جبتي لي اياها. لا غير شيء جبتي لي اياها تخبر. اي بس هم تفيد يعني، اوبار ما اوبار واحد يلملم بيها. اي شوف هاي السوالف حاجه بلد. يلا خذها، خلينا نشوف الرجال. خذتهم مو السوق مالتنا احنا، هاي الشغلات القرطاسيه. وين؟ مرة جينا وين؟ جينا على صهيب. ماما من فارقه لصهيب؟ لا نعرف. تعالوا خلينا نشوف صهيب شنو عنده، دا يشوف الماما كم شغله من هناك. سويت عمليه، قال صهيب قال تعالي اعوضك. تعالي انا اعوضك. مش قلت انت نفسك تسوي زينه. ترد روحك نشوف فيها. يلا تعالي صغير. كل شيء جيب ايدك، هذني دا توزن وحطهم لها بالعلبه. ماما تستاهل الحجيه، تستاهل. يلا شوف تعال علي تروح برا. ايش تشوفين؟ شوف هاي يعني ابغى ناعمه، خشنه ناعمه حلوه حلوه. اي لازم نعومتها. اي حلوه حلوات. هذني عندك شغلات جديده مو؟ ايوه مع جديد، هذا مع جديد وانت جديد. وذاك عفته القديم موقعك؟ موقعي القديم عفته يطلع 2 يعني فتحناه ملابس السابق، فتحناه ذاك حلو. ايش دا تشوفين؟ اخذ البتبرة. ليش؟ بس باعي هذا قفلها ما اريده هيجي. لا هذا ليش؟ مو هي ملبستها مو شو اسمه ذهب، قالت وقعت قبل منين ذهب. وقعت. اي ليش تاخذينها ذهب؟ ما يصير. لا اكو قفل اريده. لاني تراجعت هواي اشوف شبك. لا عيني الطفل مين بس شو اسمه يوقع رادينا مش قد توقع. تلبسيها شو اسمه مداليه وقت الطلعات اللي بعد كافي دلال دليل روحك توسع عمليه صدق كذي بدي اروح صدق كذي اقعد لا تطلع دراوينا شنو عندك جديد حنشوف باعي ماما باعي مال الصغار اي هاي يا صغار مال صغار لا لا ماما ابالي والله ابالي معاض بدي اشوف برام تعطيك مقطع واو هذا ذهب ذهب ايطالي هذا 21 اي والله صار جديد قلت لك عليه لبسته حاله لبست لي البتوت واو ما ينقطع صهيب ايش ما عليه عملي 24 ساعه لبس 24 ساعه وبالمي وهالسوالف 24 ساعه حبيبتي البايت ماما يجيك عمو طبعا كلش حلو هذا فد شيء فيك والله بنات هذا حتى مال هدايا هو مال هدايا مال تو بعد عرفت البتوت يعني صار غالي اي صار غالي صرنا نتونس هيك هو مثل شلون عباك تحسون توس بيت شلون هسه لابسته هيك اباك بداخله بد اي لاستيك بس شوفوا خليني اشوف لكم اياه من قريب شوفوا ايش قد حلو والله فد شيء بس ركزوا ركزوا هذا حجمه قياسه فري سايز الضخمه الناعمه اي على كل المقاسات على كل المقاسات اي تمام 250 واللي من طرف ايش قد؟ 245 توصيلها مالتي على حسابي هو متكلف بخمسه لا توصيل انزل بعد توصيل انزل بعد توصيل على حسابي توصيل 10 15 اظن والله على حسابي هاي شنو؟ اي والله وابدا ما ينقطع صحيح ما عليه 24 ساعه لبسوه ابدا ما ينقطع بنات هذا 4000 شيخ ترى حلو لما انزع الساعه اشوف لكم الجمال لحظه ماما والله كلش حلو 245 ذهب ايطالي عيار 21 ها كلش حلو لا وما ما تحسون بيه يتحرك او شيء او هو على يديه ايش قد حلو تمام لبسي لبسي اكو هالبسمه حاخذها منك اوكي طبعا اكو شغله حلوه بانه من تلبسوا تحسون صدق بيه لمعه هاي يعني مو تحسوا لاستيك وما تحسون عافيه مو طافي بيه لمعه كلش حلوه ايش قد وزنه هذا غرام 600 زين وهاي غرام 800 يجي اللي دا يشوفون مثلا عجبهم يطلبون من عندك مباشر إيه. من الصفحه مالتك من الصفحه مباشره تخلص روابط داخل في الجوال تخليه وهذا شنو مختوم عليه؟ 21 ايطالي 21 شوف الخدم مالتهم حتى شكله مختوم عليه الوزن مالته 21 21 كي يعني إيه. ايطالي إيه. ولا ينقطع ولا كل شيء ما عليه 24 ساعه للسوق اي هو مقال عيار الوزن قلت الوزن لا قلت القراط يعني القراط القراط شنو؟ اي كيجي القراط بس حلو والله كلش حلو كلش حلو شيء جديد شيء شي هو عليه موضه ما زين نفسه اكو زناجيل وهيك لو بس اساوي خلي اشوف لكم فاتح هوايه يعني عمليات اكثر اي مو بتول دافع غالي الناس ما تاخذها كلش دي يصعدوا هاي وهذا سواه لبست البتوت لا بس هذا شنو تلبسوا مثلا على فساتين بها حركه هاي ما تريدون تلبسون ذهب ويبين هوسه فتحسون كلش حلو نازك بشكل كلش حلو حتى بالرقبه شكلها كلش حلو ويا تجي حلقات ويا السوار مالته السوار نفس المقاس بالضبط السوار نفس خلي اشوف لكم اياه من قريب زين ايش قد كله يصير واحد يجي ياخذ منك بس التراتشي بس التراتشي بس اللي هذا بس السوار براحته عادي مو لسيت اريد بس هذا البيت صار له خصوم هذا 245 هذا حاليا عليه خصومه صار له خصوماتين اي ام يعني كلش خصومات كلش يردون بعد ياخذون 3 2 1 حسب ذوقهم لبستهم شلون انزل على الانستغرام نفس صفحتك مو نفس صفحتي إذا كانت قطعة أو أكثر من قطعة بدون توصيل، توصيلها مجانا. بتقول هي القطعة سعرها 245 من طرف وجه، توصيلها مجاني، يحبون قطعة 2 3 حسب ذوقهم قبل ما ننتقل لشيء ثاني، أنت تقول قطعة هاي سعرها يعني معناها كلهن وزن واحد. كلهن وزن واحد. يعني مو أوزان واحدة تقول لك أنا خاف ماخذه هذا غير وزن كذا أكو يعني يصير بالضبط وزن واحد. من غرام 600 لغرام 700 بصورة عامة. يعني وزن واحد. تمام. وزن واحد من غرام 600 لغرام 700 ذهب إيطالي شرط، إيطالي عيار 21 ويا كل طلب يجيكم وصل المحل وكارت الضمان بتفاصيل القطعه كلها وتفاصيلها وباسم الزبون اللي اختاره يعني ياخذها هو مطمئن اذا جاء التوصيل واذا كان يجي المحل يحبون يجي المحل اهلا وسهلا يحبون توصيل موجود بكل العراق سعر القطعه الواحده 245 بس شرط يقول لي من طرف بتول حتى اسوي لها خصم واسوي لها توصيل مجاني كذلك اللي يجي من طرفك حلو دليلون تامرون وهاي مو بس السوارات طبعا عنده حتى مثل ما شوفت لكم هذاك السيت كامل سيت كامل همتين يجي وهذا وياه شوفوا مو شرط يعني اذا تريدين فقط الزنجير او بس تريدين تراجي كلش عادي يعني هي قطعه تعجبكم عادي وهاي بعدين يقدرون يشتروها بعيد ميلاد مناسبه بعد يستغنون عن لبسه البتوت هي لبستها يسمون لبسه البتوت سوار مطاط حلو كلش على حال البتوت كلش حلوه. حط لي وحده يلا انا غريت غريت مو هذا وحده ليش لازم احط وحده بيدي. هذا الجورك لا تعرض اني بتول مستعمل مستعمل جامع يعني ما كان الناس تشتري 10 و12 جور وتخسر بيه من تبيعها. هذا تاخذ اجوره مناسبه كل المحل القلايد البتوت الملاوي المحل كله تراتشيات. عندك سلسله شوي بها متانه كل شيء عندي. عندي سلاسل توت ملاوي كلهن اجورين 3000 عليهن يعرضهم ماشيين بسعر الذهب واجور 3000 لا 10 ولا 8. عندك اللي بها قفلين ياهي قفلين يعني يقول عندي اسم اي اي عادي كل شيء موجود حلقتين اي يصير. شنو عندك والله خل اشوف يعني شنو حلقه قصدك من المداليه؟ اي مداليه يعني عندي اسم سجاد هاي لو تجيبيها قصدك منها ولا تبيها؟ ما يجيب يعني خليه او خليه الحق. لا هو ما عندك انت زنجير جاهز بحلقته؟ ايش نعرف؟ بيت سمعت ماما ايش تقول؟ شنو تشتروا لي؟ اشتروا لي او اشتروا لي؟ عشان تأشر ماما ترى فلوسي ما تكفي ماما. خذيك المطابعة واحد اذا قلت تعال انت اشتري على ما تريد. اي بس مو هذا اللي اريد. أنا صدق بطبيعتي ما أشتري شيء خفيف أبداً. زين ليش ما تطلعوا لي هذا الأسوار؟ هذا حلو كلش لو قلت هذا كلش حلو. لا هذا ذكي هذا هذا هم نفس الشيء بعد شلون حلو؟ مبروم مبروم. لا ذاك أحلى ذاك أحلى ذاك أعرض ذاك أحلى ذاك بوجهه عرض. أي عرض ليش ما تاخذين منه؟ هذا يلبس ذاك أحلى بس خذي لي واحد ثلاثة يستاهل. هذا ليش ثلاثة؟ مكان الواحد هذا يلبس ويا ساعة. اي رجعنا لهذا هي البداية. تروحون ترجعون على هذا باي هذا ينلبس ويا ساعة. شفتك ايده لبسك الاسوار وين صايرة هاي يا عالم يعني هيك واحد. اي لا يعني خذ هذا البرم هذا البرم لا ديفاش ينقطع ما ينقطع لا ينقطع. هو مع حركات انا تجربه هنا عملي وقوي. ها شو تقولين؟ معقولة يعني؟ اي والله لا تخافين. زين اقول لك احنا بالنسبة لنا اذا ما سمعت شخ مو ولا تختخ. هاي ما في هاي شلون نظام الساعة هيك شيء توت بس كلش حلو. شوفي ام ايدك امها ضخمة يعني ايدها ضخمة ما شاء الله ولا قياسها مضبوط صافي. اي صح. لا هو يتمنطط والختم مؤلم من جوا. خليه من برا حلو من برا عادي خليه هيك من برا. اي كيف شلون مثل بشيء من فوق من جوا كلها سيرت. ها نقول مبروك يلا مبروك خصم بلاش ليش كلها هاك عينها وصورك. انا صورت انت ويا تحاسبين. شنو طفرت صار شاء الله صدق. بس والله حلو ايدها بالله الكريم. والله حلو والله حلو حلوه لمعته لمعته وش اسمه احسه اي لا كلش حلو والله. هذا شنو في هدايا عيد ميلاد وبس. هاي انت بالبيت ما تحبين اصوات الهوسه وتقول معضل يتحرك وتراجعي لي ورا تشتغلي ثابت وما يضوجك حتى بالمايات. ها بيبي عندي صغار طفرة اسراء طفرة اسراء طفرة اسراء طفرتي بالدخل. هسه هذا ايش قد حتحسب لنا اياه؟ يا عم قلت لك 245 كوب وده من طرفي من طرفي 1.64. اوكي قولي لي والله مثلا هذا اذا شوفيها وزانين كلهم مختلفين. مثلا هذا عندك واحد هم تقريبا 60 هذا يعني هو يتراوح 60.66. قلت شي من غرام 600 الى غرام 800. هاي الفروقات الاربعه والاثنين كلها سعر واحد 245. لا فهمتك بس مثلا انا لنفترض اجاني واحد 60 واحد 64 هاي الاربعه ايش قد فرقها بالعراقي؟ 3000 4000 مو لا لا سنتات. هاي يسموها سنتات. اي باعس هذا 65 64 حلو حلو ما بيها واحد جوال 60 كلهم يعني والله عندنا ثقه بيك. لا يعني الزبون انت اوكي الزبون واحد هاي يوم هذا واحد 64 هذا الثاني 64 مساويات والله 59 يعني شيء اطلبك عاد 5000 دينار. هذا هو يمي 2000 بعدهم صاحت. هاي يعني فرقن 2000 فرق 2000 بالضبط. يعني فرقن 2000 شو خذ بس هو اللي يحسب اياها يعني حساب واحد عنده زياده بالوزن بس ما دا يحسب زياده ما احسبها مو مشكله. اي يعني غرام 660 طلعنا علبه خليها بقلبه حاضر يا شباب بدون ما تقولين احلى شيء والله. هاي واحد 2 لا بالبقلة كان بس بعد رودي رودينا غير يوم سوينا وصل بس والله حلوة صور عدد. عجبتك ماما؟ كلش حلو؟ حلو عجيب. المهم انت سعيدة قولي ما دللك احكي خلي برات تفيدك. ليش ما على اسف؟ برات غار من عندي صاير ليش؟ لا 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 ابوها طيبه. من اجي انا تقول هي مدللتها ومشتريت لها، اقول هذا هم حظي. تسمعني برا قدامك مره مو حكت علي؟ قالت ماما مدلله بتقول اكثر وحده، مع العلم هي هنا بالعراق مقابله ماما 24 ساعه. تلاقيك على كم فتره تجين بيها. سبحان الله كل ما اسوي كبه تجي برات. تاخذ الكبه كلها وتروح. ما تحكي بيها، درب الكبه. اي والله. وهي تقوم تصيح. اي. على صدق كامل وختم المحال حتى يطمئنون وزنها تفاصيل كلها عيار كامل. يلا كل تفاصيل قد نعطيك؟ 735. يلا. اشوفك اللي جورهن 3000 هذا المحل كله. وهسه حشوفكها مرتين الاجور 3000 القلايد سوارات متحركه بتوت ملاهي كل شيء حشوفك كل اجور 3. هسه اني وصهيب على المحل مالتهم احنا الثاني اللي بيه شغلات خشب اجورهم 3000. دارد اشوف شنو عنده بعد شغلات حلوه فقلت اشوف لين اخذت من عنده هذا السوار تخيلوا وين حخلي ما حخلي بايدي اخذت الماما 3 لايدها بس عجبني اسويه للرجل هسه اليوم اشوف لكم شلون راح يطلع حلو. شوفي من صوريه هاي المحل كلش قريب هذا المحل مالتهم الثاني اسمه رول. ساعات رول هماتين هم يجروا 3000 لان هماتين المحل مالته من هنا من سيد الحليب هاي مباشره. هذا المحل هو بالنهايه محل هسه لك عنوان كامل. شوفي هذا المحل كان مالتين كله جروا 3 شالات توت ثاني رباط هم كانت كلها جروا 3 يعني هم تبيعيها ما تخسرين بيها هم تشترين بيها هماتين تبيعيها ما تبيعيها خساره. محابس كلها المحابس المحلين يجرون 3000 حلو. هم تراكيات بتوت هذني كل فوق. شكد حلوات. هذني كلهم 3000. كلنا على 3 الاجور. تعال نطلب الاجور. شوفي. بسم الله. خامة والعرنية مالتين كلهم توت على عرض عرسان. وما عندهم كامنية مالتين كلهم يجورون 3000. هم كل شيء. هذني خل اخر مره جاي كلهن. ايش قد حلوه هذني. هاي مال الرجل والله انا هم بدور على واحد بس اقتنعت بالله اخذته. هذا اخذتي احلى فيه. اي لا لا تعرف ليش؟ لانه عندي شو اسمه مشكله انه بذني اللي ينزلن يتعقد النبات بالاحذيه ينزلن فشنو صار عندي تقطع وضاع فكلش انقهرت. عاد هسه شفت هذا قلت هذا لا ثابت لا ينقطع ولا شيء من هذا التحفه. هو يلبس كل شيء اي كلش حلو بس بعدين الشباحيات ايش قد حلوه. لا شغلاتهم حلوه الصراحه بنات يعني مو خساره. لا اخذت منها شغلات واصلا دا يقول انه الاجور كلش رخيصه رخيصه 3000 بس. شلون جت ببالك هاي التسميه؟ عنقاء شيء غريب حتى مميز يبقى بالبال. نفس القيصريه شوفوا بالنهايه هو الركن نفسه منصور قرب سيد الحليب داخل مجمع الغضيري نهايته صياغة العنقاء ما يكفي. حلو طالب العصير اللي انا اشرب من عنده موجود بالضبط متى يهون حتى فضه تريدونها عندنا فضه. يلا على السلامة باجر امر لك اوكي ان شاء الله وياك من اجي اسولف لك اياها. طبعا اخذت مالتي السوار هسه من اوصل البيت حشوف لكم اياه والسوار ماما واحد لبسته بعيده بعد وانا بس انت طالعين شوارد ليش لابسه بس واحد ليش؟ يلا باي باي. الله يسلمك. سويت كم شغله الي والماما وهسه راح نروح عندنا موعد مال اظافر متاخرين عليهم بالضبط 24 دقيقه. تعالي تعالي تمشي وياي. طبعا وصلنا هسه للمركز عندي موعد ومتاخر على الموعد مالتي مو مشكله. منو تعال شوفي تعال هنا تعال يم بيبي. شو بيبي وين حتقعد؟ هنا تقعد تعال نلعب انا وياك. تبع زبال شغلات. يلا انا راح اسوي الاقدام هنا. هاي صابون قول هذا الصابون. صابون برافو. الماي تاكد ما حرف. هلا بس هيك اخذتك بيبي فوق وشنو الشوكولا بحلقك؟ نزل جوا نزل جوا بالفندق مال جدو. عناية دا احاول اقنع ماما بس ما تريد. خليني اسوي عناية شوية. حايرة بإيدي أنا. حايرة بالقلم؟ إي والله. يا مسكينة. إي والله إيدي كلش زيت وجعاني. هسا لبسك بعد كم مسواك زينة. أصبر لك؟ أصبري لك معي. لا عادي ألون. اختاريته بس جد يا ماما. تقبل. يا لون يا لون وبعدها ما صبغت يا لون ما مثل اللحمه. وين الالوان؟ الالوان وين؟ يلا ماما تختار لي لون بس طلع عليك لون مبين ما اريد لون مبين كل ما صبغت ما احمر. خل اشوف جبتي لي يا لون. لا هذا لا هذا والله حلوة صدق؟ والله العظيم شوية أطفي هذا على مشمشي. هذا بلون خدودك خاف يطلع فاتح حيل. إذا أكو شوية مشمشي طاخ ذاك دا أشوفه فوق بالسطر الثاني. شنو رأيكم؟ لا فوق فوق كلش السطر الثاني. هذا إي هذا يمكن مو مشمشي دا أشوفه؟ لا وردي وسط بالله جيبي يمكن حلو والله. ماما تجيبي عنا ورد أحط ألوان فاقعة. الأحمر حلو. أحب الأحمر. لا ما هو أحمر مال رجلين. ها والله كأنك حلو هذا اللي اختاريتي هذا. والله حلو. يلا هذا أمي أمي. بدي أسوي للبنية مهتمة بالأقدام. شعرها حلو. هي ملولوتة لا يعني برو مو بصيرة. فرجت ليش؟ مساج. مساج. تعال خليني اسويك مساج. بطيم تونه تعبت. تونه النسوان. من وين النسوان؟ تونه تعبت من جلب النسوان. يلا تعال. تعطيني عليك. شفتها الدولة؟ تقول اعطوني عليك. ونستني. هي تشتغل مساج بس هي باعي ألف. ألف بتأكيد. لين اخذ 5 قلتي ما اسوي ليش؟ يلا تعال. لا 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 ما عاد هلف عشان ما ضايق انت. بدي اشوف ايش حلال ذوقي. حلو اي حلو. لا لا صراحه حلو. المهم هسه ايش حنسوي؟ اسراء وراء جايين علينا للبيت ها؟ تقولي بلون خدودك اللون. اسراء اتصلت علي هسه جايين على البيت يلا قالت لسه هون 10 راح نجيب ونجي من برا. فقلت لها زين احنا تعبانين انا ماما طالعين بموعد. شفتي منتج يا حبيبتي؟ اي حبيبتي منتظره شويه يهف الهواء ونروح. يلا المهم راح اروح على البيت. شو من قاعد اسولف ويا ماما اخذني جواهز. شوفوا شوفوا اي هاي ساعه غمريه. اي بس حلوه. يقول لك يقول لك عندي سيارات. هي هاي مالاتك جيبهم باكر. ها؟ جيبهم باكر. لا ما يجي باكر يم بيبيته باكر. ابو حجي. صح قول له حجي على بابا. عمري مع السلامه. بابا هسه اجيتي. ما ادري ايش حكيت ايدك قلت لك المصعد لي اذيك. وخليني افتح الباب تخوف. اليوم ما ادري ايش حكاني فوق بعد فاجأت عليه. اه فصخ هاي ايه الكرسي اللي يلعبون عليه يروحون يجون ورجع شتت. شرير صاير. ترامبولين. بالترامبولين يريد يصعد فدخل. لا لما لعبت. ابد ما لعبت هو مستوت هو. لعبت بضربه. جبت غراضك؟ لا جبت طابة. ها جبت الطابة. اوكي وين راح نروح؟ يلا هسه احنا وين حنروح؟ يلا دفوتها وين راح المصعد؟ اه يلا انطيني اياها. خذيها خذيها حبيبتي. هاي الك خذيها. خذيها قمر. يلا. شكرا. قولي يلا قولها باي باي. شلونه؟ السويره ها شوفها شلونه؟ بعد لبسني والله واحد يحكي الحق يا ما لبسني والله هذا خاف كذابي. لا والقران ذهب. لا لا القران ذهب. لا لا والله وداعتك ذهب. والله ذهب. لا وداعتك صدق كذب كذب. انشلاط الرجال يما صلغاني انشلاط انشلاط انشلاط. بدا يستوعب الفكره بعده دا يرهق. ايطالي خفيفه جتني بيتزا سمينه يوناني. تهي بيتزا اليوم؟ والله مو زين عليه. هذا زين عليها. لا تاكل انت هذا لك. هاي اكتب لي. انت بابا اكتب لي فقط. اكتب لي لك. بتوع لا 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 انطيني فقط هاي. يا سلام على القصيقصه، شو هالقصيقصه؟ اقعد حمودي. منو الحامل بيكم؟ لا يطشر منها ومنها. حامل؟ مبروك. وسرعة مشتهي بطيخ. اول بيبسي لك. ليش شربيه؟ حمودي. مبروك مبروك. مال مال. بابا تام حامل قصدي بالثوميه وكله. صدقوني هاي. ايش انت كل الثوميه عندك؟ امشي لك. تطيحون حلالين. تاكل لبن بس مثل المتيم، تاكل بيتزا وتاكل عصير.